ويكون معنا دلوقتي عبر الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ محمد يحيى. صباح الخير عليك يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ فرح. اهلا بيك، وطبعا مبارك لك ومبارك لمصر كلها وللشعب المصري على فوز منتخبنا المصري امبارح على الكونغو الديمقراطيه. عايز اعرف منك، شفت المباراه ازاي؟ يعني خلينا نقول ان المباراه اكيد كانت صعبه على منتخب مصر بسبب فكره، مش فكره المنافس كان في المتناول، لكن فكره ان انت بتلعب في بطوله كبيره وقدام جماهيرك، فبالتاكيد المباراه كانت صعبه، ولكن الحمد لله منتخب مصر قدر ان هو ياخد الثلاث نقط وان هو يتاهل يعني للدور الثاني، وده اللي كان متوقع ان شاء الله. الاداء يمكن لسه محتاج يتحسن شويه على المستوى الهجومي، خصوصا في الشوط الثاني منتخب مصر واضح ان هو تراجع شويه خصوصا بدنيا، وتغييرات اجري كمان كانت بيريح اللعيبه الاساسيه، فده ظهر يعني ان اللعيبه اللي نزلت ما كانتش بنفس المستوى او بنفس الفاعليه الهجوميه اللي كان عليها اللي كانوا موجودين في الملعب، وتحديدا خلينا نتكلم على تريزيجيه اللي هو نجم منتخب مصر لحد دلوقتي على مدار البطوله كلها، سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه لاعب بيقدم مستوى ثابت، فاز امبارح بلقب افضل لاعب في المباراه، فده من النقط الايجابيه جدا في المباراه امبارح. كمان مستوى محمد الشناوي اللي اتحسن بشكل كبير جدا يعني على مدار الموسم اللي فات كله، اعتقد دي احسن مباراه لعبها الشناوي، فمستواه ماشي بشكل كويس جدا. لسه بعض اللعيبه ما جابتش الفورمه الكامله بتاعتها، وده ممكن يتحقق ان شاء الله من خلال مباراه اوغندا المتبقيه في دور المجموعات، عشان بعد دور المجموعات دور 16 هيبدا الجد، اعتقد ان بطوله كاس الامم الافريقيه المنافسه طبعا هتشتعل جامد جدا. بالظبط، هتبدا المنافسه فيها من دور الثمانيه ان شاء الله مع الفرق الكبيره، نعم. الفرق اللي هي الاقل في المستوى الفني يعني تخرج، هيبقى فيهم فرق كبيره، هيبقى المنافسه ما بينهم بشكل اوضح، والبطوله بمعنى اصح كده تحلو بين المنتخبات الكبيره. بالظبط. طيب استاذ محمد، يعني خلال مباراه منتخبنا وزيمبابوي ونفس الكلام خلال مباراه منتخب مصر ايضا وكونغو الديمقراطيه، زي ما شفنا في تراجع في المستوى في الشوط الثاني على الاخص، بتكون ايه الاسباب؟ بالاسباب ان في معظم اللعيبه عندنا في المنتخب في مرحله اعداد للموسم الجديد، يعني محمد صلاح خد راحه حوالي 13 يوم بعد تشامبيونز ليج مع ليفربول، وكمان محمد النني خد راحه بنفس المده تقريبا بعد اليوروبا ليج مع ارسنال، وكمان حجازي راجع من اجازه، كل المنتخب يعتبر راجع من اجازه باستثناء لعيبه الاهلي والزمالك اللي هم مش كتير دلوقتي في المنتخب، فبالتالي اللعيبه دي عامله زي فتره اعداد، فهم في المرحله الاولانيه من استعاده المستوى الطبيعي بتاعهم، فده امر طبيعي ان هم بدنيا مش جاهزين بنسبه 100%، ده ان شاء الله يجي مع المباريات. الثلاث مباريات الاولانيين من حظ منتخب مصر ان هم مش من المستوى العالي جدا للمنتخبات الافريقيه، وده ادانا مساحه ان اللعيبه دي تقدر تستعيد مستواها على ما نوصل ان شاء الله لدور الثمانيه، زي ما بقول لك اللي هو فيه يبدا فيه الجد، اعتقد يكون منتخب مصر ان شاء الله وصل للفورمه المناسبه، والاداء بيتصاعد. يعني مباراه زيمبابوي الاداء اختلف فيها امبارح، ظهرنا قدام الكونغو بمستوى احسن شويه، ان شاء الله يتحسن الاداء بشكل اكثر قدام اوغندا، ونشوف منتخب مصر بشكل احسن ان شاء الله على ما يوصل لدور النهائي. نعم، سريعا جدا استاذ محمد، عايزينك تعلق على مستوى احمد المحمدي، خصوصا ان احنا دايما لما بيكون في يعني تذبذب في اداء اللاعب بيكون في هجوم من الجماهير وهجوم من الاعلام، عايزين نعرف تعليقك على مستواه بالامس، لان اعتقد ان هو رد في ارض الملعب امبارح. المحمدي قدم مستوى مميز جدا، واحد من اللاعبين اصحاب الخبره اللي ليهم دور مؤثر مع منتخب مصر، مش مجرد ان هو لاعب خبره بيعرف يتعامل مع المواقف، لا بيعرف يقود الفريق، بيعرف يوجه زمايله، بيعرف دور القائد بجد في الملعب، فاعتقد ان هو عمل دور مهم جدا مع منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت. مصر كانت دايما عندها مخاوف ان مفيش قائد في المنتخب من بعد اعتزال الكابتن احمد حسن والكابتن عصام الحضري، لا المحمدي هو من لحق الجيل دوت وكمل مع الجيل الحالي، فاعتقد ان هو نفى فكره ان منتخب مصر ما عندوش قائد، فبالعكس ظهر منتخب مصر بشكل كويس، وفنيا كمان قدم مستوى مميز، وان كان لسه ما شفناش عليه ضغط من على الناحيه اليمين، او ما فيش ضغط هجومي اتعرض لمنتخب مصر في الماتشين اللي لعبناهم سواء زيمبابوي او الكونغو، ما فيش ضغط هجومي كبير، ان شاء الله يستمر على المستوى ده في كل المباريات وما يبقاش عليه ضغط خالص ان شاء الله. باذن الله. تحياتنا ليك استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي.